خاتلين ورا الخيام اللي تركضون ورايا بسياراتكم، ثقوا بالله العلي العظيم ما أخاف. إصرار كبير وهمة عالية يمتاز بها منتفضو ثورة تشرين، وها هم أبناء الكوت ومعهم نساؤها على خطى المتظاهرين يواصلون الاعتصام والتظاهرات رغم جرائم الاغتيالات والخطف التي تنفذها الميليشيات ضد الناشطين والمتظاهرين. كنا ماضين بهذا الطريق، ما ننثني ونقول وخلي يسمعون صوتنا، خلي يسمعون صوتنا، كنا واحد، كنا متكاتفين، لا يهمنا جو ولا يهمنا تهديد ولا يهمنا وعيد، المهم اللي عندنا اللي ببالنا احنا نسوي، مطالبنا هي إزالة الأحزاب وإزالة التكتلات وإزالة كل فاسد من أرض العراق وكل عميل وكل خائن. نحن حائرون في زمان، كيف نحن الشعب ماذا نقول؟ من الذي يقتل أبناؤنا وبأي سلاح يقتل؟ ولماذا يقتلون وهم مجرد طالبوا بحقوق بسيطة أقرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأكملها، وهناك إدانات من كل دول العالم لما يحصل من إبادة شعبية، يعني إبادة جماعية، يعني الحروب ما قدمت هكذا تضحيات. المتظاهرون المعتصمون في ساحات التظاهر يطالبون بمعرفة من يقتل أبناءهم الذين خرجوا سلميا من أجل حقوقهم المشروعة. من قتل أبناؤنا؟ عمليات الاغتيال وعمليات القتل الجماعي، هم يقولون أن هنالك طرف ثالث يقوم بعمليات القتل، إن كنتم تؤكدون على أن هنالك طرف ثالث اعلنوا عنه حتى يعرف أبناء الشعب العراقي. لجان كثيرة، أين النتائج؟ أين النتائج؟ لذلك الشعب حقيقة وعى وكشف القضية. إحنا حاليا نريد حكومة تنتزع انتزاع ويرضى بها كل الشعب العراقي. للشهر الثالث على التوالي تشهد مدينة الكوت تظاهرات يومية حاشدة أمام مبنى مجلس محافظة واسط، وهي امتداد لتظاهرات ثورة تشرين التي ينظمها المنتفضون في ساحات بغداد والمحافظات للمطالبة بإسقاط النظام والأحزاب الفاسدة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاغتيال والقتل والاختطاف، متحدين آلة القمع الوحشي التي تواجههم بها الحكومة وميليشياتها.